السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم نقدم لكم غريبه بالشوكولات واللوز، كتجي رائعه في المذاق وجد سهله. نمشيو دابا لطريقه المحضر وطريقه التحضير. غنحتاج هنا 300 غرام زبده، ربعه ديال السنيده، هنا دايره قبسه ديال الملح، قشور حامضه وحده، كاس ديال زيت العنبه، ربعه البيضات، جوج حمارات، والدقيق على حسب الخليط. نمشيو دابا طريقه التحضير. دابا غنحط الزبده مع السنيده مزيان، نحطو على الصينيه، من بعد نضيف ربعه البيضات، ندخل نتوما مزيان الزبده، عاد نزيد الزيت. بعد ما اضفت كاس ديال الزيت غنبدا نضيف الدقيق غير مقياس بطبيعه الحال، وحميرة، التزيين غنحتاج الشوكولاط الأسود واللوز مهرمش ومحمر. شوف دابا طريقة التحضير كما كتشاهد معايا. هنا من بعد ما العجينه ديالي عجنتها كتبقى هكذا مرخوفه، ونجيب هنا ونكورها كويرات، وغن بحال هكا نضغط عليهم شويه بيدي بحال هكا، كما كتشاهدوا. انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي، ومن بعد ندخلها للفرن. تشاهدوا من بعد ما طابت الغريبه ديالنا، نجيب انا هنا نقصها بالشوكولاط، نديرها في اللوز كما كتشاهدوا، نقصها اللوز. انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع الغريبه اللي عندي. كما كتشاهدوا معايا سيداتي، الغريبه ديالنا هي هذه بالشوكولاط واللوز. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، جربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.